يقول سنسافر بإذن الله غدا إلى المدينة المنورة، وسنغادر المدينة المنورة يوم الجمعة، فهل نصلي العصر قصرا بعد الجمعة؟ لا، ما تجمع العصر مع الجمعة، الجمعة غير العصر، بين الاختلاف، إنما تجمع العصر مع الظهر، والجمعة ليست ظهرا، فعليك أن تصلي الجمعة، وإذا دخل وقت العصر تصلي العصر في وقتها. نعم.